بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم سادة الأكارم في هذه المحاضرة التي تقام ضمن برامج مركز راسام التي يقيمها بشكل مستمر من محاضرات وندوات على قاعة مركز راسام للدراسات الاستراتيجية، من أجل تسليط الضوء على القضايا الجوهرية والمشاكل التي يعاني منها بلدنا الحبيب. ومحاضرة اليوم بعنوان التغيير الديموغرافي في العراق، عائلات نازحة وميليشيات مسيطرة. بحقيقة الأمر إن مشروع التغيير الديموغرافي ليس حالة جديدة يعيشها العراق فقط، إنما حدثت في عصور وأزمنة مختلفة عبر التاريخ، ومنها ما قد استخدم ضد أمم وشعوب واجهت التغيير الديموغرافي التي تم فرضها وأدت إلى إبادة وتشريد وتهجير الملايين من الناس وفقا لتبعيتهم الدينية والقومية وانتماءاتهم السياسية. والآن يتفضل الأستاذ حسين سبعاوي لتقديم ورقته حول موضوع اليوم وتسليط الضوء على أهم المشاكل والتداعيات التي خلفها مشروع التغيير الديموغرافي. تفضل أستاذ حسين. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، التغيير الديموغرافي هو ليس نتيجة صراع عرقي أو مذهبي أو طائفي بين مكونات المجتمع العراقي، هذا يجب أن نعرفه من البداية. هو مشروع أمريكي إيراني تنفذه الميليشيات المسلحة في العراق، المستهدف فيه هو العرب السنة. لهذا روج الإعلام كثير بأنه العنف الطائفي والحرب الأهلية، هي ولا يوجد حرب أهلية، هو فعل من طرف واحد ضد مكون واحد محدد، فلا يوجد لا حرب أهلية ولا صراع طائفي ولا هما السبب في التغيير الديموغرافي اللي حدث. والآن سوف نتكلم عن مناطق لم يدخلها أي متطرف وحدث فيها تغيير ديموغرافي. والتغيير الديموغرافي لم يبدأ بمرحلة واحدة فقط ولا بأسلوب واحد، بل بدأ منذ 2003 وهو مستمر لحد الآن، واستخدم فيه عدة أساليب ونفذته عدة جهات كلها تنتمي لجهة واحدة والهدف منه واحد معلوم. أنا في البحث بدأت من أقصى الجنوب، من مدينة البصرة وإلى مدينة الموصل. أول مدينة بدأ فيها التغيير الديموغرافي بعد مركز بغداد هي مدينة البصرة، ومدينة البصرة لا يوجد فيها أي صراع لا طائفي ولا عرقي ولا مذهبي. وعندما حدث التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري لمكون العرب السنة في البصرة لم يكن أي صراع بينهم. حدث في 2004 بدأت العمليات التهجير القسري من خلال الاعتقالات، التهم الكيدية، المضايقة على الناس، كثرة المداهمات على مناطقهم اللي يعيشون فيها. طبعا المناطق اللي استهدفت في البصرة هي المناطق بداية ذات الأغلبية العربية السنية، مثل قضاء الزبير. قضاء الزبير ذات الأغلبية العربية السنية فيه، قضاء أبو الخصيب، مركز مدينة البصرة اللي هي مثلا حي الجزائر وحي الكواز، هذه مناطق اسكنها أغلبية سنية، إضافة للمناطق المختلطة اللي هي مثل خمسة ميل ومنطقة العشار وغيرها، مركز المدينة. كل هذه مناطق كان يسكن فيها العرب السنة نسبتهم تقريبا 40% من سكان مدينة البصرة. بدأت هذه الميليشيات بالمضايقة والتهجير القسري لهؤلاء. من هي الجهة التي كانت تحتل البصرة؟ بريطانيا. بريطانيا كانت تمارس إما دور المتفرج أو دور المساند لهذه الميليشيات. احنا على طول نقول إيران، نعم إيران لديها هدف في هذا، لكن لا نغفل عن وجود بريطانيا في البصرة. وبريطانيا منذ احتلالها للعراق عام 1916 كان لها مشروع التغيير الديموغرافي ومارسته في بعض المناطق. فكانت القوات البريطانية إما تقدم الإسناد
وإما أن تقف المتفرجة على ما يجري. الجهات اللي مارست التغيير الديموغرافي والتهجير للسكان اللي هو جيش المهدي وحزب الفضيلة، حزب الفضيلة منتشر في مدينة البصرة. المناطق اللي تهجر منها أهالي السكان مدينة البصرة كانت عملية نزوح هجرة داخل الدولة، داخل المجتمع العراقي، ونعرف أنه تهجروا إلى مناطق الرمادي والفلوجة، صلاح الدين، بغداد، مركز المدينة، مدينة الموصل. نزح هؤلاء إلى هذه المناطق. موقف الحكومة المحلية في تلك الفترة هو موقف مساند أو متفرج، بمعنى أنه هذه الميليشيات لا تمارس فعلها بمفردها. هناك حكومة سواء مركزية أو محلية داعمة لها، هناك احتلال مؤيد أو داعم له ويتنفذ مشروعه، وهناك إيران لديها الهدف من تدمير العراق وتمزيق لحمته الوطنية والاجتماعية. فإذا هذه الميليشيات ما هي إلا أدوات لهذا المشروع، وليست هي صاحبة الهدف وصاحبة المشروع. أنا أخذت كل مدينة الجهة المسؤولة عن التهجير والمناطق اللي تهجرت إلها، وبعض المناطق نعرف تقريبا نسبتها وبعض المناطق لا ندرك نسبتها. لكن ما يجب أن نعلمه أنه لا أحد يعرف حجم المهجرين، عدد المهجرين حقيقة، ولا النازحين، ولا المخفيين قسريا، ولا المعتقلين. هذه معلومات مكتومة لا أحد يعلمها، كل ما نقوله هو تخمين من خلال تقرير تنشره منظمة دولية، من خلال تقرير من وزارة الداخلية أو دائرة الهجرة، من خلال شخصية سياسية أو معنوية تتكلم. أما الأعداد الحقيقية هي غير موجودة ولا أحد يعرفها. والسبب لماذا؟ السبب هناك رضا دولي لهذه الممارسات، أو على الأقل غض طرف. عندما يغض الطرف عن هذه فلا يمكن أن يبحثوا عن الجهات المستهدفة وعدد المهجرين والنازحين حتى يعدوا تقاريرهم للمنظمات الدولية. هناك حكومات سواء المركزية أو المحلية هي متواطئة معها، فلا تريد أن تعلن أو تعلن عن هذه الأعداد التي هجرت. فإذا هي عملية أنا أسميها تغريبة أهل السنة في العراق، تغريبة العرب السنة، وهي أسوأ تغريبة مرت عبر التاريخ، وأشد من تغريبة بني هلال التي حدثت في مصر باتجاه ليبيا ومنطقة الجزيرة. التغيير الديموغرافي اللي حدث بعد البصرة وتغيرت النسبة وهيمن حزب الفضيلة وجيش المهدي ونهبت أموال المواطنين ونتيجة الضغط بيعت بثمن بخس، بدأ التغيير. طبعا بقية المحافظات الجنوبية ذات أغلبية شيعية ساحقة فلم يحدث فيها ذاك التغيير، الناس تلقائيا هي هجر وتركت مناطقها وسكنها وأموالها. لكن بدأ التغيير في حزام بغداد. حزام بغداد معلوم أنه يقطنه عشائر عربية أقحاح من العرب السنة. من جهة شمال بغداد اللي هي تشمل المحمودية، اللطيفية، اليوسفية، جرف الصخر، هذه مناطق أغلبها من عشائر الجنابيين وعشائر دليم وعشائر يعني عربية أقحاح معلومة معروفة، توجهها معروف، طبيعتها، سكانها يمتلكون أراضي زراعية فيها منذ ما قبل العهد العثماني بهم ومنهم منذ العهد العثماني. فهو لم يحدث تغيير في العهد الجمهوري ولا في عهد تأسيس الدولة العراقية بعد 1921، هؤلاء أقدم. بدأ التغيير الديموغرافي في منطقة شمال بغداد، وبدأت حملة شيطرة هذه المناطق، وكان على رأس هذه الشيطرة من تولى الحكومة المركزية، يعني رئيس الوزراء يتكلم عن هذه المناطق بأن هذه المناطق هي مناطق متطرفة وكانت حاضنة للنظام السابق وهم بعثيين ومتشددين. فهذه التهم من أعلى سلطة في الدولة هذه تعطي مبرر وتشجع الميليشيات الموجودة في تلك المنطقة لتهجير السكان، علما أن هذه المناطق وذكرناها البصرة سابقا لم تدخلها داعش ولم تسيطر عليها حتى تكون التهمة تهمتهم فقط أنهم مواطنين عراقيين من العرب السنة، لا أكثر ولا أقل، لا يوجد أي تهمة. نعم بعضهم تهمتهم أنه قاوموا الاحتلال الأمريكي،
أكبر قضاء في شمال بغداد هو قضاء المحمودية. قضاء المحمودية يسكنه تقريبا 500,000 مواطن، مساحته يعني تقريبا 14 كيلو، يعني 1400 كيلو متر مربع، يعني كمساحة مربعة. هذه المناطق زراعية تمتاز بزراعة الفواكه، تمتاز بزراعة المحاصيل الدائمية مثل الحنطة والشعير، فيها أحواض أسماك، فيها. فإذا الميليشيات من تمارس هذا الفعل لديها أيضا مكسب اقتصادي أو لغرض دفعهم أكثر إلى هذا الفعل. هو الفعل الرئيسي هو فعل الاحتلال، مشروع الاحتلال. إيران تدفع بهذا الاتجاه، لكن كيف ترغب هؤلاء؟ هذه المنطقة أراضي زراعية خصبة تنتج ذهب، وقد قسمت هذه المناطق وكأنما إقطاعات بين الميليشيات. عندما قلنا حزب الفضيلة في البصرة، في شمال بغداد حزب الله، فيعتبر حزب الله هذه المنطقة إقطاعية مالته، مقاطعة مالته. وأكبر عملية تهجير حدثت في شمال بغداد مع عملية جرف الصخر. جرف الصخر مدينة بكاملة تهجرت بلا ذنب، بلا سبب، لم تدخلها داعش، لم تدخل في معركة طائفية مع المكونات الأخرى، وهجر أهلها، واليوم يساومونهم على نقل هؤلاء السكان من مكان إلى آخر. هذا لم يحدث بالتاريخ أبدا. لا يوجد حكومة تهجر شعبها، يوجد احتلال يهجر مواطنين، لا يوجد حكومة تهجر شعبها، ما حدث هذا بالعالم. فعملية التهجير هي المسؤولة عليها الحكومة المركزية وميليشياتها التي تدعمها، تغريها بهذه المناطق، توزع على شكل قطاعات ومقاطعات لتمتلكها. هجر الكثير من هؤلاء، طبعا الهجرة أيضا أصبح قسم منها داخل العراق، وقسم منهم من هاجر خارج العراق إلى الأردن وتركيا، وقسم منهم إلى سوريا، لأنه الهجرة ما قبل 2011 كانت أغلبها إلى سوريا، ومعلوم أن أعداد العراقيين كانت في سوريا عدد كبير. وقسم من الشباب من ذهب إلى أوروبا كلاجئ، منهم من أكله مغرقة في البحر، ومنهم من وصل إلى هناك وتخلى عن كل ما يملك. لم تكتفي الميليشيات، طبعا هو الميليشيات وحدة تلد أخرى أو وحدة تنشق من الأخرى، يعني ميليشيات العصائب انشقت من جيش المهدي. وهذه عملية إغراء هو ليس نتيجة خلاف سياسي بينهم كما يتصور، لا، هناك مقاطعات وسوف نستولي عليها، أهلها ناس مغلوب على أمرهم، مستضعفين، حكومة داعمة، مجتمع دولي غالط طرف، احتلال ننفذ مشروعه، فبالتالي كل واحد يقدر يشكل ميليشيا ويهجر. فبدأت انتقلت من شمال بغداد إلى جنوب بغداد، والمستهدف فيها مدينة منطقة الطارمية والمناطق الأخرى أو النواحي الأخرى، الناحية الأخرى التابعة لمنطقة الطارمية. طبعا هذه تمتد إلى مدينة التاجي. هذه أيضا المناطق هم من عشائر السلمان، عشائر إدليم، عشائر حياليين، وهذه العشائر معلوم أيضا انتمائها وتوجهها، أيضا مناطق زراعية تزرع فيها الفواكه والتمر، وأراضي خصبة جدا، إضافة لنهر دجلة يمر بها، وأحواض الأسماك وما إلى ذلك. المنطقة المسيطرة عليها أيضا اللي كانت سبب التهجير عصائب أهل الحر المنشقة من جيش المهدي بقيادة قيس الخزعلي. بدأت أيضا تتهم هذه المناطق وتضيق عليها، يعني تصوروا المناطق شمال بغداد وجنوب بغداد حالة عرب 48 أسوأ، يعني حالتهم أسوأ من حالة عرب 48 اللي هو مناطق اللي تعيش قريبة من القدس وضمن مناطق الاحتلال الصهيوني، لأنه مناطق مغلقة ومناطق مقطعة ومناطق مسيطر عليها بالكامل، وفجأة تتهم بأنها تأوي الإرهابيين وفيها الإرهابيين وسوف يهددون النظام العراقي واستقرار الدولة. يعني كيف يهددون استقرار الدولة؟ الناس مستضعفين، كيف يهددون استقرار دولة؟
فيها أكثر من مليون رجل أمن وفيها مئات الميليشيات أو عشرات الميليشيات داعمة لهم إيران وأمريكا. لا يمكن هذا الاتهامات التي تصاغ للشعوب أو على الشعب العراقي بهذه الطريقة. وهكذا بدأت عملية التغيير الديموغرافي في شمال بغداد، بمعنى أنه سور بغداد أصبح جميعه إما مضطرب أو مهدد أو معتقل ومحاط بالميليشيات. نسبة السكان لهؤلاء طبعا نسبة كبيرة، هذه سوف تؤدي إلى تغيير ديموغرافي سواء في عدد سكان مدينة بغداد هم التابعين أو تنشق منها وتقسم إلى محافظات ومدن جديدة. يعني مثلا عندك المحمودية بالإمكان أن تكون منها محافظة بجرف الصخر وتلم إليها بقية المناطق. الطارمية ممكن إلى مدينة سامراء اللي هسه راح نتكلم عنها، هذه أيضا ممكن تشكل فيها محافظة وأيضا يطلق عليها مقدسة، وهذه المحافظة تكون ذات أغلبية شيعية. فشمال بغداد هذه معاناته وعدد المعتقلين فيه، أيضا أنا لا أستطيع ولا أحد يستطيع أن يعرف عدد المعتقلين ولا عدد المهجرين، مستحيل أحد يعرفها لأن هناك تكتم من قبل الحكومة ومن قبل أو هناك تراخي من قبل المنظمات الدولية لعدم معرفة عدد المهجرين وأسباب التهجير والجهات التي قامت بتهجيرهم، لأنه ما أن تعرف يجب عليها أن تقوم باللازم، فهي لن تقوم باللازم لأن هذا مشروعها. والمنظمات الدولية بالمناسبة سيطرت عليها الولايات المتحدة. اليوم ماكو واحد ما يعرف أن هناك جريمة كبيرة تحدث في العراق. ما الذي يجعل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان أن لا تقوم بأي إجراء، أقصى ما تريد أن تصدر بيان صحفي، لأن هذه المنظمات مهيمن عليها من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن، فبالتالي لا يريدون القيام بأي إجراء. لو كانوا جادين أن يريدوا بمحاسبة هؤلاء وإيقاف هذه المأساة استطاعوا، وفي مناطق أخرى استطاعوا أن يوقفوا هذه المجازر وهذا التغيير الديموغرافي والتهجير والنزوع، لكن هم لا يريدون، فبالتالي لن نعرف عددهم. وحكومة أيضا متواطئة سواء المحلية أو المركزية، فكل من يقول عدد المهجرين كذا وكذا أنا يعني أستبعد هذا الأمر أن يعني يكون عنده معرفة حقيقية بعدد المهجرين والنازحين والمعتقلين والمخفيين قسريا، لا أحد يعرف. انقسمت الهجرة كما ذكرنا إلى قسمين، قسم داخل وقسم إلى الخارج، وقسم منهم معلوم الآن في تركيا وفي مناطق أخرى. من الجهات التي قامت نكرر عصائب أهل الحق وجيش المهدي اللي هم يطلق عليهم سابقا جيش المهدي وسرايا السلام، في عملية حدثت داخل بغداد، عملية تغيير ديموغرافي، هذه أغلبها ما تكلم عنها الكثير. هذا حزام بغداد معلوم، لكن في قلب بغداد حدثت عمليتين تغيير ديموغرافي أدت إلى نزوح عدد كبير جدا وتغيرت نسبة سكان بغداد. الحدث الأول في 2003 في احتلال العراق وخروج أغلب القيادات الأمنية والسياسية والحزبية والمسؤولين والرافضين للاحتلال، أغلبهم هاجر وتركوا وعائلته سواء بسبب التهديد بالقتل أو أيا كان التهم وإلى ما هناك. المرحلة الثانية حدثت داخل بغداد في 2006 بعد تفجير مرقد الإمامين. تفجير مرقد الإمامين على الهادي والحسن العسكري، احنا لا نريد نسترسل في كيفية ما حدث التهجير لأنه منطقة مغلقة وحظر تجوال وضمن السيطرة الأمريكية. احنا ما نقول 2006 معناها في مرحلة احتلال، لا نتكلم عن 2011 و12، نتكلم في 2006 في شباط، وكمية المواد المتفجرة التي دخلت تساوي طن أو نصف طن بعض التقارير. طيب من يجرأ أن يتحرك ليلا ويحمل كل هذا والمنطقة تعيش حظر تجوال؟ المسؤول على تلك المنطقة كان مغاور الداخلية. حدث التفجير والكل استنكرت هذا التفجير، لكن ما هي الردات الفعل التي حدثت؟ بدأت عملية قتل
وتهجير وتعذيب، وخاصة أكثر من نال يعني هذا العذاب هم أئمة المساجد والمؤذنين والخطباء وما إلى ذلك. ثم بدأت تتوسع أكثر، وبدأ جيش المهدي يمارس عملية القتل، ومعروف السدة وما إلى ذلك والبطة والسدة، وأصبحوا يتكلمون عليها بكل جرأة في الإعلام. لو كان هؤلاء يدركون بأنهم مجرمين وأن هناك جهة سوف تحاسبهم، لا يجرأ أحد أن يذكر هذه الجرأة. لكننا لاحظنا أن مجرم يوثق جريمته ويتباهى بها، من يخاف هذا؟ ومن الجهة التي سوف تحاسبه؟ هل الحكومة سوف تحاسب؟ هل المجرم يستطيع أن يوثق الجريمة ويبثها على اليوتيوب أو على القنوات الفضائية وهو يخشى من الحكومة سوف تحاسبه، أو يخشى من مجتمع دولي سوف يحاسبه؟ لا أبدا. وما زال المجرمين أمثال أبو درع وغيره وغيره هم لديهم شبه حصانة كأنما، أو هم يعتبرون من أبطال أو من المحاربين القدامى. هؤلاء قتلوا مئات إن لم يكن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قتلوا، وألقوا كلهم في السدة بهذه الطريقة البشعة. حدثت ما حدث في بغداد، وجميع المناطق المختلطة في بغداد مثل حي العامل والحرية الأولى والثانية والبياع وصليخ، هذه منطقة الشعب، كل هذه مناطق مختلطة، كل هذه هجر سكانها وتركوا ديارهم وأملاكهم، وكذلك إما بيعت بثمن بخس أو استولى عليها. فإذا بغداد تعرضت مرتين لعملية تغيير ديموغرافي، وما زالت لحد الآن ممكن أن تحدث عملية تغيير ديموغرافي أخرى في مدينة بغداد. بدأت عملية التغيير الديموغرافي بعد شمال شمال بغداد إلى محافظة صلاح الدين. أنا ليش أخذت الشيء بالتسلسل؟ مدينة صلاح الدين هناك أطماع في منطقتين، قضاء بلد وسامراء. سامراء يراد منها أن تكون مدينة على غرار مدينة كربلاء والنجف بحجة أنه فيها الإمامين. الإمامين موجودين في مدينة سامراء منذ ولادتهم ووفاتهم منذ تقريبا 1000 عام أكثر. سدنت هؤلاء جميع من أهالي سامراء، سدنت المرقدين من أهالي سامراء، أئمة المساجد من أهالي سامراء، لكن يراد استخدام أسماء آل البيت ومراقدهم وسيرتهم ويكونون سبب في تغيير عملية تغيير ديموغرافي في مدينة سامراء. وحدث تفجير المرقدين، ذكرنا كيف حدث التغيير اللي هي تعتبر تفجير مشبوه جدا ومعلوم واضح جدا أنه القوات الأمنية والأمريكية هي المسؤولة على التفجير بأي حال من الأحوال. مهما نفذ هذا التفجير، احنا في 2006 هناك مغاوير داخلية، هناك قوات احتلال وفرض حظر تجوال، والتفجير تم ليلا أو المواد المتفجرة دخلت ليلا. النتيجة ما هي ردات الفعل؟ كل مدينة بالعراق معروفة وسموها المنطقة القديمة، شلون موصل القديمة، بغداد اللي هي مركز بغداد، الكرخ وهاي المناطق، باب الشيخ في سامراء أيضا يسموها المنطقة القديمة. هذه منطقة طبعا تكون عادة منطقة تجارية مركز المدينة، هذه المنطقة أصبحت مغلقة بالكامل، أصحاب هذه المحلات قطعت أرزاقهم التجارة، المساجد في تلك المنطقة أغلقت، الأهالي إما أن يهاجر أو يعتقل أو ينزح إلى مناطق الأحياء الأقضية والنواحي الأخرى في محافظة صلاح الدين أو أي مكان آخر، أو يعيش في هذا الضيق في هذه المنطقة. فعملية محاصرة بحيث المواطن تلقائيا يهاجر، يعني وليس كل التهجير بسبب قتل، مرات أنت تضايق على السكان تضطر السكان أن تهاجر، إذا ما عندي باب رزق وما أستطيع أن أعيش كيف أصلا، إذا أنا كل يوم مداهم على بيتي ومتهم ما الذي يجعلني أن أبقى؟ فالأساليب المتعددة المستخدمات أدت إلى هجرة أهالي المنطقة القديمة وما زالت مسيطرة. الجهة المسؤولة طبعا جهة هي كانت اسمها جيش المهدي، صارت سرايا السلام، بس أسماء تتغير مو أكثر، يعني القائد واحد
المسؤول السياسي والعسكري واحد، وتغيرت من جيش المهدي إلى سرايا السلام، وهي اليوم هي المسيطرة على مدينة سامراء، وبدأت تتوسع شيئا فشيئا. هذه العملية لم يستنكرها، لم نسمع استنكارها من قبل جميع المجتمع الدولي منظماته وإلى آخره، وهي تسير على قدم وساق. علينا أن ندرك أنه هذا هو مشروع، هذا مشروع الاحتلال اللي جاء به الاحتلال، أو والمشروع الإيراني على أدواته هم العراقيين الميليشيات الطائفية، هذه ما هي إلا أدوات لتنفيذ هذا المشروع. النتيجة ستؤدي إلى تمزيق العراق، تمزيق العراق بالكامل. يعني لا يمكن الآن، إحنا في البداية كنا نتكلم عن فدرالية، أنا أعتقد إذا استمر الحال سوف نتكلم عن كونفدرالية، لأنه الطبيعة البشرية أنه تريد أمان وتريد استقرار. لا أمان ولا استقرار ولا أي شيء يجعل المواطن أن يعيش في هذه المنطقة سواء المختلطة أو غيرها ضمن سيطرة هذه الميليشيات، لا يمكن العيش تحت سيطرتها، فبالتالي يزهد ويزهق في الوطن. إذا ما جت فرصة للفدرالة وغيرها، وإن كان الخاسر هو العراق، الدولة العراقية هي الخاسرة، لكن لا نتفاجأ عندما يتقبل بعض السكان من هذه الحلول الترقيعية التي تؤدي إلى هدف الاحتلال وهو تمزيق الدولة العراقية. توسعت سرايا السلام وسيطرت على المدينة كامل، بدأت عملية تغيير، حدثت تغيير أخرى، عملية قوية في صلاح الدين بعد دخول تنظيم داعش إلى المدينة. عملية دخول داعش، الكل يعلم أنه لا يمكن ل 300 مقاتل داعشي يستطيع أن يسقط في الموصل 3 فرق وفرقتين في صلاح الدين خلال 3 أيام. المدة مالتها من يوم 9 بدأت مدينة الموصل يعني تسلم الجانب الأيمن، ويوم 10 انتهى كل شيء، يوم 11 وصلوا إلى أطراف صلاح الدين، يوم 11 يوم 12 تقريبا وصلوا إلى ناحية بلد. لا أحد يقتنع ب 300 مقاتل أو 400 مقاتل حسب التقارير اللي قالت أمام هذه القوات. لم يحاسب أحد القيادات العسكرية والسياسية أنه لماذا سقطت هذه المدن، والعالم كله بكل قوانين العالم أنها القوات الماسكة للأرض يجب أن تحاسب في حال انسحاب غير منظم. إحنا نتكلم عن انسحاب، لا نتكلم عن ترك أسلحة وارتداء ملابس مدنية والرتب ملقوحة في الأراء في الشارع وتسلم أسلحة بمليارات الدولارات إلى هؤلاء. المهم حدث ما حدث، لكن الغريب في كل ما حدث أنه داعش تجاوزت سامراء إلى منطقة بلد لمدة أسبوع فقط. داعش لم تدخل سامر، وعبرت سامر، سامر تحت سيطرة سرايا السلام، وعدت إلى بلد وبعض المناطق منطقة العوجة وبلد، بلد لم تبقى فيها أسبوع واحد. أهل المنطقة شكلوا قوة وبدأوا في مواجهة هذا التنظيم وطردوا، لكن هذا الأسبوع جعل أنه المنطقة كلها تدفع ثمن، الشباب كلهم متهمين والعوائل تهجر، وإحنا جينا حررناكم وسترنا على ما أعرف إيش، وهذا الكلام الشعبوي الفوضوي اللي لا يقبله أي مسؤول، لا يمكن يقبله أي مسؤول. واحد يحرر منطقة، مواطن أو رجل أمن يحرر منطقة، يتكلم بالإعلام يقول أنا حررتكم من حررتنا وكيف حررتنا وكيف سلمتها المدينة. المهم بدأت تغيير ديموغرافي في مدينة صلاح الدين، ولاحظنا آخر شيء الجرائم الحتت هي مقبرة الفرحاتية. وأنا في لقاء مع أحد شيوخ عشائرهم على التلفزيون يقول المقبرة الجماعية اللي اكتشفناها، نطالب الجهات الإدارية الطبية والمحلية بأن نخرج هذه الجثث نسلمها إلى ذويهم. يقول لا عندنا إمكانيات مادية لإخراج هذه الجثث وفحصها وتسليمها إلى ذويهم. يعني فعلا عذر أقبح من الفعل. يعني شو عندك مقبرة جماعية تكتشف وأنت ما تقبل حتى تخرج الجثث من هذه المنطقة، لأن يعرف أن هذه الجثث تنتمي لجهة معينة
وفي تلك الفترة قد ما يعرف متى قتلوا يعرف الجهة اللي كانت ماسكة الأرض في تلك الفترة. بهذه الطريقة حدث تغيير ديموغرافي، واليوم أيضا أهالي المنطقة يهجرون وبدأ تغيير ديموغرافي. أعتقد الهدف من هذا التغيير الديموغرافي هو لتشكيل محافظة جديدة لمدينة صلاح الدين، مركزها سامراء وتمتد شمالا وجنوبا، جنوبا باتجاه منطقة الكاظمية أو التاجي، وشمالا إلى أطراف مدينة صلاح الدين. وهذه المدينة أيضا سوف يكون لها أهداف هي تخدم أيضا الهدف الإيراني عندما تسيطر على مدينة ديالة، ويأتي طريق ما يسمى بطريق الحرير أو غيره، تكون الطريق سهل لأن تدعم حلفائها إلى لبنان ووصولها إلى البحر، لأن ديالة لا تبعد 60 كيلومتر عن إيران، ومن ثم أقرب نقطة إلها سامرة، تقتصر المسافة بدل ما تدخل إلى بغداد ومن ثم تدخل إلى سامرة، لأن ما بين سامرة وبغداد تقريبا 100 كيلومتر، هي تقتصرها من ديالة إلى سامرة إلى منطقة الحضر، وتذهب ضمن هذه المنطقة الجزيرة الفراتية إلى تل الأحفر اللي حدث فيها تغيير ديموغرافي، ومن ثم إلى سوريا. هذا يصلح طريق بري لإيران تستطيع أن تمارس فيه تنقل الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إلى حلفاء في المنطقة تحت راية محافظة مقدسة وأتباع آل البيت وما إلى ذلك. التغيير الديموغرافي اللي حدث آخر هو في مدينة ديالة. حقيقة ديالة مأساة، يعني مأساة اللي حدثت بديالة لم تحدث في جميع المناطق اللي ذكرتها، لأنه ديالة ما حدث فيها يعني الأقلية اللي هم لا يساوون 10% أو 15% على حد أكثر يضاف القوميات الأخرى، هجرت الأغلبية، وهذا لم يحصل. لا يوجد تعداد سكاني للمنطقة محدد، لأنه النظام السابق بل النظام الجمهوري كله لم يعتمد الهوية الطائفية في تعداد السكاني، لكن أنا اعتمدت على مجلس المحافظة 29 عضو، كان للمكون الشيعي 5 والأكراد والتركمان 6 و18 عضو للعرب والسنة. طبعا هذا رغم مقاطعة ورغم تهديد، بس هذا أتكلم لك عن 2005. خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هذه الأغلبية تحولت إلى أقلية مضطهدة، ليس فقط أقلية محترمة، أقلية مضطهدة. وهذه الأقلية تحولت إلى أغلبية يعني دكتاتورية. تواصلت مع بعض المسؤولين في ديالة أنه خلال عام واحد تهجرت 53,000 عائلة، 53,000 عائلة تهجرت خلال عام واحد 2014-2015. طبعا هذا محافظ. الجرائم اللي حدثت في مدينة ديالة ما حدثت بالعالم. احنا نتكلم عن تغيير ديموغرافي هو تهجير وإلى آخره من خلال ضغط واحتقال، ولا لكن ما حدث في ديالة لم يحدث بالعالم. حرق السجن بما فيه، سجن يحرق بما فيه، حدثت 4 حرائق سجون، سجن بعقوبة المركزي يعني احرق بمن فيه، سجن في أبي صيدة اعتقد ايضا احرق، وسجون اخرى ايضا احرقت بمن فيها. يعني المواطن المسجون هو غير آمن يأمن على حياته. وطبعا سبب السجن هو شنو؟ تهم كيدية. مناطق بكاملها، يعني احنا عندنا جرف الصخر نموذج في شمال بغداد، لكن مناطق بكاملها هي وقراها كلها زاحت مثل ناحية العظام، ناحية العظام اللي تربط طريق من تطلع على بغداد إلى كركوك تمر بناحية العظام بعد الخالص وقبل سلمان بك، هاي منطقة اسمها منطقة ناحية العظام، هاي منطقة تنتشر فيها تكثر فيها زراعة الحنطة والشعير. ناحية بهرز أبي صيدة
كل هذه المناطق انتهت. أما المناطق المختلطة مثل قضاء الخالص وغيره، هاي من الأيام الأولى وتركوا مناطقهم. عدد المخطوفين 27,000 هذا لحد عام 2019 و380. القتلى 78,000 في ديالة و500 وأكثر. المعتقلين 52,000 في ديالة. هذه أعداد نتكلم عن مدينة، يعني مو مدينة كبيرة، هي مو قد مدينة الموصل ولا بغداد حتى تحتمل هذه الأعداد. الإعدام الجماعي اللي حصل في السجون، سجن بهرز وسجن بعقوبة المركزي وسجن أبي صيدة وسجن المفرق، هذه السجون أحرق المواطنين المسجونين فيها. يعني كيف راح يصبر المواطن؟ يعني أصل العيش هو الأمان والكرامة الإنسانية. يعني إذا واحد ما يأمن على نفسه في السجن، كيف راح يأمن على نفسه بالبيت؟ وكيف راح يأمن على نفسه في عمله في الشارع؟ طبعا الجهات المستهدفة في جميع مراحل التغيير الديموغرافي هي النخب، وخاصة أئمة مساجد، لأن ذولا يعتبر من أهل السنة وموجهين وكذا، ضباط وقيادات عسكرية في الجيش السابق، أكاديميين ومهندسين. هذه نخب عندما تقتل الجمهور يسهل كل شيء فيه، فعل أي شيء به. لهذا السبب اليوم نعاني في بعض المناطق ذات الأغلبية مو تغيير ديموغرافي، من تغيير هوية. هناك يحدث تغيير هوية، وإرسال الشباب ذول اللي مواليدهم ما بعد 2000-2003 على أساس دورات تثقيفية في مناطق سواء في إيران أم في النجف إلى الحوزات. هذه تغيير هوية أيضا، لأنه فقدان المستمع للنخب الأكاديمية والعسكرية والدينية وإلى آخره، هذا كله يؤدي بالنتيجة إلى السيطرة الكاملة على الشعب. الشعب العراقي ليس لديه مشكلة في أن يحكمه أي مواطن سواء كان شيعيا أو سنيا أو أيا كان، بشرط يعتمد مبدأ مواطنة، بشرط يعتمد مبدأ المواطنة بإدارة الدولة، وليحكمني واحد كردي شيعي سني. لكن أنت بداية مشروعك تستهدف الإنسان على الاسم. كم من اسمه عمر قتل في بغداد؟ هذا كيف رح يدير دولة؟ كيف واحد يدير دولة لأنه أنا أنتمي للمذهب الفلاني؟ هذا لا يمكن أن يدير دولة في بلد متعدد القوميات والمذاهب. اي نعم. فاذا ما جرى في ديالى لم يحدث في اشد من جميع المحافظات العراقيه، وهي ماساه حقيقه في ديالى. تصوروا من مجرد ان يتكلم عن قضايا غير ديموغرافي وفي ديالى هو يلقى في السجن، ولدينا اسماء، يعني الوقت ما يسمح، اسماء من مسؤولين على مستوى نائب رئيس مجلس محافظه ونائب محافظه ومحافظه، كلهم هذولا على اساس انه هذول خلينا نقول الاقرب الى العمليه السياسيه غير هؤلاء. فاذا عمليه كبيره جدا حدثت في العراق. من المسؤول ايضا اتكلم، منظمه بدر هي المسؤوله. انا ذكرت في كل منطقه من الجهه المسؤوله، طبعا هي كل الميليشيات، لكن منظمه بدر هي المسؤوله على كل ما جرى في ديالى. وكذلك ديالى هجرت الى مناطق كردستان في السليمانيه وكلر، قسم بس وصل الى منطقه كلر. ومن أغربها أنه مجلس المحافظة يجتمع في كلر ولا يستطيع أن يجتمع في معقوبة في ديالى. هجر السكان طبعا إلى تركيا وسوريا، بعد ما عاد أحد يقدر يهاجر إليها، وقسم منهم إلى أوروبا كلاجئين. أوروبا ليست هجرة، لجوء. والأغلبية في قسم منهم أيضا في مصر والأردن وإلى آخره. هذه هي عملية التغيير الديموغرافي التي حدثت في العراق. وأعتذر عن الإطالة وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ حسين. وتعقيبا لما تفضلت به بمحافظه ديالى، طبعا محافظه ديالى شهدت بمعظم او غالبيه مناطقها بالعظيم وبهرز والمقداديه وابي صيده والخالص تعزيز وتاكيد لمبدا التغيير الديموغرافي، وهو ما حصل من هدم للمساجد في تلك المناطق وحرق وتجريف لبساتين المزارعين في محافظه ديالى. شكرا جزيلا أستاذ حسين على هذه المحاضرة القيمة. شكرا جزيلا سادة الأكارم على حضوركم لهذه المحاضرة التي أقامها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية، على أمل أن نلتقي معكم في محاضرات وندوات أخرى.
شكرا جزيلا.